حياكم الله معنا من جديد. مثل ما شفتوا في مقدمة الحلقة، اليوم راح نتكلم عن موضوع وايد مهم. نحب ان تشاركونا من خلال تغريداتكم على هاشتاغ ليالي الكويت. كل سيدة حامل او مخططة ان هي تحمل هالسنة، فياريت تتابعونا، واذا عندكم اي تساؤلات او تخوفات فهذا هو الوقت المناسب لطرح هذه الاسئلة كلها على ضيفاتنا العزيزات. اليوم معنا الدكتور سارة أبو عباس، أخصائي أول باطنية وعناية مركزة، دكتورة إيمان الصايغ، اختصاصي نساء وتوليد، تخصص دقيق في طب الأم والجنين، وأيضا دكتورة أنفال المطيري، مساعد مسجل في قسم النساء والولادة في مستشفى الولادة. مساكم الله بالخير، حياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم معنا. الله يحييكم، حياكم الله، منورينا في ليالي الكويت. طبعا دكتوره انفال انت اعلاميه، خلاص جميله معنا، زميلتكم الغاليه. ابو روح اذا سمحتوا لي حق الدكتوره ايمان، حضرتك ما شاء الله اختصاصي نساء وتوليد، تخصص دقيق في طب الام والجنين. وايد طلعت في فتره فيروس كورونا ان التطعيم او اللقاح حق الحوامل شوي مضر، انت شلون تعاملتي مع هذا الموضوع وشو تشوفينه؟ أنا الحين وصلنا مرحلة أن احنا خلاص ندري أن التطعيم هو وقاية حماية حق المجتمع، وبالتطعيم إن شاء الله راح نقدر نرجع إلى حياتنا الطبيعية. وصلنا مرحلة أن احنا الحين عندنا الدراسات وعندنا المعلومات، وأيضا لازم نعرف أن احنا حتى قبل الدراسات اللي نوجدت الحين، ترى فكرة التطعيم نفسها ما هي جديدة علينا كدكاترة. احنا نطعم عيالنا، احنا الحمل نطعمهم، ترى تطعيم الانفلونزا، تطعيم التيداف اللي هو تتنس، ففكرة التطعيم نفسها ما هي فكرة جديدة علينا، خاصة تطعيم هذا التطعيم ليس فيه فيروس حي، وهذا مهم الناس تعرفه. لأنه مو فيروس حي، احنا صار لنا سنين نطعم الحريم أي تطعيم غير فيروس حي، لأن ندري أنه ما راح يضر الجنين. وفعلا هذا التطعيم والتطعيمات اللي المنظمات الصحية قاعد تقول أنها آمنة، هي ما فيها فيروسات حية، هي فقط تقول حق المناعة مال جسمنا هيئي نفسك، أنتجي مضادات وزهبي، أساس إذا جاء الفيروس اللي أنت تقدرين تحمين نفسك. ففعلا التساؤلات وايد، ولكن خلاص الجواب واضح، نعم للتطعيم. دكتورة سارة، خلينا نتكلم عن بداية الجائحة. أنت اشتغلتي بالعناية المركزة، نبي نعرف في وقتها كان في تخوف كبير جدا، وما كان في تصريح من أي جهة رسمية بأن السيدات الحوامل ممكن يأخذون هذا التطعيم، وبالبداية بعد كان أساساً ما في تطعيم لأي شخص كان. شلون كان حال العناية المركزة وشلون كان التخوف على السيدات الحوامل؟ طبعاً في بداية الجائحة يمكن بدأت ب 2019، وبدينا احنا بالكويت من شهر 3 2020. بهذه الفترة الأولى ما كنا نشوف، يعني مع الكوفيد 2020 بدايتها ما كنا نشوف نساء وايد حوامل يدشون داخل المستشفى. وحتى أنا يمكن بهذه الفترة كنت أنا داوم وأنا نفسي حامل، وأنا نفسي لأن كنت خايفة، فكنت أسوي سيرش وأشوف إن هل إن الحوامل إن عليهم ريسك أكثر مع الكوفيد. فكانت طبعا الفيروس جديد وما في معلومات كافية، فكانت كل المعلومات الأولية أنه ما في خطورة كبيرة على الحامل أكثر من المرضى العاديين. يعني إذا كانت قارنا مريضين، مريضة حامل وامرأة غير حامل، أن الريسك مالتهم أو خطورة المرض أنه يزداد حدتها نفس الشيء. بس مع الوقت ومع التحورات اللي صارت بالفيروس، شفنا يعني نسبة كبيرة من النساء الحوامل يدخلون العناية المركزة، وكان نوعا ما شيء مخيف حقنا، لأن أول مرة نشوف هالكمية من الحوامل أو من النساء الحوامل يدخلون العناية المركزة. لأن عادة بالأوضاع العادية يمكن ما قبل الكورونا احنا كنا نادر ما نشوف نساء حوامل يدخلون العناية المركزة، وعادة لما يدخلون ممكن تكون كومليكيشن، أو مثلا يكون فيهم نزيف حاد من الولادة، أو صار جهاض وصار نزيف، أشياء بسيطة تستدعى دخولهم يومين ثلاثة أيام بالعناية المركزة. ونادر جدا ما نسمع أن مرأة حامل يعني توفت. بس مع يعني متحور دلتا شفنا يعني كمية كبيرة من نساء الحوامل،
خصوصا دلتا. يمكن احنا مع الويف الاخيره اللي حاشت الكويت شفنا كميه كبيره من النساء الحوم اللي دشوا العنايه المركزه. يمكن بالفتره الاولى ب 2020 شفنا نساء حوام بس كميه جدا قليله. بس الاربع اشهر اللي فاتت شفنا كميات كبيره، يعني وصلنا تقريبا ما يقارب فوق ال 100 امراه حامل دشت عندنا بالفتره الثلاث اربع اشهر اللي فاتوا. هذا يعتبر نسبه جدا كبيره لو يعني نرجع حق تاريخ العنايه المركزه ونسوي بحث عن يعني مواضيع النساء الحوامل، حتى ما نقدر نلقى وايد معلومات عنها لان عاده الحوامل ما يدشون العنايه المركزه، بس بالفتره الاخيره كانت يعني جدا صعبه علينا وطبعا على النساء الحوامل، لان لما يدشون احنا ما نفكر فيها ونفكر بالطفل اكيد وبعدين العائله اللي وراهم، فشيء كان وايد خلينا نقول حتى نفسيا صعب علينا وعلى الطاقم الطبي وعلى التمريض، فكان وايد الوضع صعب جدا. نعم، بنتقل حق الزميله الدكتوره انفال المطيري. حضرتك مساعد مسجل في قسم النساء والولاده في مستشفى، وكنت ايضا في فتره تدريب في مستشفى الولاده، وانتقلتي بعدين الى مستشفى جابر. كلميني عن تجربتك ما بين المكانين. شوف محمد، أنا تخرجت من الجامعة في 2019 تون يعني، وبلشت الوظيفة بعز يعني أول شيء كانت الأمور هادية 2019 شهر 9، وبعدين كانت الأمور طيبة. كنت في مستشفى الفروانية، بعدها بلشت الحالات في الظهور شهر 3، وكنت للحين في مستشفى الفروانية، فبدايتي كانت بالفروانية أيام الحظر الكلي والحظر الجزئي. واشتغلنا طبعا 6 شهور كوفيد، يعني كنا كوفيد تيمز، نغطي طوارئ نغطي أجنحة عقبها هدت الأمور. وشهر 10/2020 بلشت عاد مرحلة اللي أبي أتخصص، فانتقلت إلى مستشفى الولادة. من شهر 10 لشهر 3 كانت هذه الهانيمون على قولتهم، شهر العسل، كانت الحالات زينة، الأمور هادية حتى في مستشفى الولادة، يعني ما كنا نشوف مثلا حالات حوامل الخطرة، يعني عادي تجي لك واحدة مثلا في حالة ولادة عقب ما نولد تقول علينا يقولون ترى هي بوزيتيف وهي المريضة ما فيها شيء. يعني كانت ما كانت تظهر العلامات عليها، إيه يعني كانت هذا كان في الموجة الأولى اللي هي من شهر 10 تقريبا لشهر 3، يعني كانت الأمور هادية، يعني مو نفس الحين لما والفيروس ما كان بذيك الشراسة اللي قاعد نشوفها الحين والتحورات اللي ظهرت تالي، مو ما كان بنفس الشراسة. يعني حتى الحالات اللي كانت تستدعي أن احنا نحولهم كنا نحولهم حق مستشفى الجهرة حزتها قبل لا يفتحون طبعا من قسم النساء جابر. بعدين عقب ما زادت الحالات تم ندب الدكاترة الصغار، أخذونا مستشفى جابر شهر 3/2021، وتونا رجعنا 15/8، قعدنا 5 شهور في جابر، غطينا أجنحة كوفيد، اشتغلنا كوفيد يعني. وبس كان الوضع يعني البداية على طول صعبة بالنسبة لك. أنا خلاص أنا الخمس شهور اللي قعدتهم بجابر أقول لهم هذه 5 سنين زيادة على سنوات خدمتي أحتاجها. تحسين أن خذيتي خبرة كبيرة بوقت قصير، هذا شيء إيجابي للأمانة. هو شيء مو بس إيجابي، يعني أنا قمت حتى أستانس أحطه حتى بالسي في مالي أن أنا اشتغلت مثلا هالوقت في هالمستشفى كوفيد تيم، اشتغلت مع الدكاترة الفلانيين بالمستشفى الفلاني، فخلاص يعني العالم أحس قبل الكورونا غير بعد الكورونا. صح. طيب دكتورة إيمان، نرجع لكلام الدكتورة سارة لما قالت إن في بداية الموجة الأولى بالعناية المركزة ما كان في ذيك الحالات الكثيرة للسيدات الحوامل، مع دلتا الحين إيش كثر صارت الخطورة أكبر، وش اللي يفرق بين أول ما ظهر الفيروس والحين؟ طبعا على السيدة الحامل وجنينها. إيه طبعا، هو in general احنا نقول ان فيروس كورونا خطر على المرأة الحامل بالذات في الثالث من الحمل، يعني اخر ثلاث شهور، اخر ثلاث شهور، لان فسيولوجيا يصير تغييرات. هو الاصابه ممكن تكون اي وقت، يعني الحامل في نسبه انه ممكن يصيبها كورونا يمكن شوي اكثر عشان المناعه عندها اقل، بس نفترض حتى لو عادي تنصاب نفس المرأة العاديه، المضاعفات اللي ممكن تصير أكثر شيء راح تصير في الثلث الثالث من الحمل، ولكن ممكن تصير طبعا في أي وقت، والمضاعفات هذه مو مضاعفات هينة. يعني إحنا نسمع دكتورة سارة قاعد تقول إحنا قاعد نتكلم عناية مركزة، قاعد نتكلم احتياجهم حق تنفس صناعي، حق أكمو، اللي هو دعم الحياة خارج الجسم. فيعني مو مثلا كحة نشلة تعبانة
أشياء كذي. فنفس الفيروس خطر طبعا لما يجي فيروس دلتا نفس ما قالت الدكتورة سارة الأمور تدهورت أكثر وايد. وطبعا إحنا ندري إن لما تصير يصير هذا التدهور ويصير دخول حق عناية مركزة وإحنا قاعد نتكلم عن مريضين لأن الحامل هي مريضة والجنين. وفي جنين هو فعليا الجنين نفسها ما يمرض ولكن إحنا لأن الأم في حالة خطرة فقمنا نضطر أو هم اضطروا إنه يولدون الحريم أساس ينقذونها. إنزين ممكن يؤدي إلى إجهاض؟ ممكن إن تولد مبكر من نفسها أو إنهم يضطرون يولدونها. لكن إذا كان في بداية الحمل وأنت قلتي السيدة تكون في أضعف حالاتها المناعية في هالوقت هذا وأنا اللي أعرف أن كوفيد الله يكافي الجميع شره يشوف أضعف جهاز عند الإنسان ويضربه. طبعا بالنسبة حق العناية المركزة احنا دخلنا مثل ما تفضل الدكتورة إيمان أغلب السيدات الحامل اللي دخلوا عندنا كانوا بالثلث الأخير من الحمل أو أنه يكونون على الشهر السادس يعني أواخر السادس السابع. أغلب السيدات الحامل اللي دخلناهم هذه الفترة اضطرينا أن نولدهم ولادة مبكرة لأن تكون أن حالة الأم صعبة وإحنا نفكر أن يعني بالجهاز التنفسي مال الام ان شلون نقدر نساعدها وكنا طبعا مع الاستشاره مع قسم النساء والولاده ان نفكر ان هل اذا ولدنا الجنين في هذه الفتره في خطوره عليه وطبعا دائما الاولويه ان نفكر الام حياه الام فكنا نولدهم والحمد لله اغلب الاجنه يعني ان دخلوا مثلا عنايه الخدج وكانت امورهم الحمد لله مستقره لله الحمد. حصلت حوادث ماساويه تقدرين تسولفين لنا عنها؟ حوادث مأساوية ممكن أنها صارت عندنا يعني في بعض الحوامل السيدات الحامل اللي دخلوا عندنا كانوا يعني حامل خلينا نقول بالفيرست ترايمستر ولا بالشهر بين الشهر الثالث والرابع فدخلوا عندنا وتدهورت حالتهم بشكل كبير واضطرينا نحطهم على جهاز اسمه دعم الحياة خارج الجسم ويعتبر كأنه رئة صناعية فلأنهم كانوا حمل بالفترة الأولى فهذه الفترة ما نقدر نولد الجنين لأن إذا ولدنا الجنين يعني ما رح يعيش لأن بحكم أنه هو 18 أو 19 أسبوع غير قابل للحياة فكنا خلاص أن نقول أنه راح نظل نخلي الأم حامل وإحنا على جهاز دعم الحياة خارج الجسم بس للأسف يمكن سوينا 4 أو 5 حالات كانوا حمل أغلبهم يعني فقدوا الجنين يعني إحنا نكون مثلا يوميا نشوف أنه فجأة يصير نزيف وأن الجنين قاعد ينزل من الأم يعني للأسف أن في عندنا كمية مرضى فقد الأم. يدخلون دكاترة النساء والتوليد ولا ما لكم دور بهالفترة؟ بلى يعني مستشفى جابر عندهم قسم نساء وتوليد فلما دكتورة سارة يكون هالشيء صار عندهم في ICU تستعين فيهم إذا مثلا الإجهاض تم كامل يسوون سونار يتأكدون أن الإجهاض تم كامل إذا تحتاج تنظيفات راح يسوون تنظيفات حق المرأة وطبعا هي قاعدة تتكلم عن عمر ما رح يدخلون دكاترة الأطفال ولا الخدج لأن إحنا قاعدة نتكلم عن جنين غير قابل للحياة بس إذا تمت الولادة بعمر إن البيبي هذا ممكن يعيش رح يضطرون دكاترة الخدج يدخلون وهذه كانت أهم مشكلة لأن إذا نولده ومبكر الرعاية حق هذيل الأطفال يعني جدا صعبة وفيها مضاعفات مستقبلية كبيرة لأن الطفل اللي نولد مبكر إحنا قاعدين نتكلم عن شلون في المستقبل هل راح يكون عنده نمو أعضاء حتى أي بالضبط يعني من ناحية المخ شلون راح يكون هل راح يكون عنده mental disability أو مشكلة إعاقة ذهنية هل راح يكون عنده مشكلة في التنفس هل راح يحتاج أكسجين مدى الحياة أو مراجعات وايد حق الدكاترة هل راح يأثر على أعصابه إنه يأثر مثلا على المشي احنا عندنا هم اللي هو سيريبرال بولزي ان الطفل ما يقدر يمشي او يحتاج عكازه او ويل تشير او يعني وايد امراض ممكن تصير نزيف في المخ العين فيعتمد متى ايش كثر مبكر انولد فالولاده المبكره ما هي شيء هين انه يصير او سهل انه يصير لا علينا كدكاتره نساء ولاده لا على الاي سي يو ولا على الخدج على دكاتره الخدج نعم دكتوره انفال ليش انولد هذا التخوف عند النساء الحوامل بعدم الذهاب إلى التطعيم أو أخذ اللقاح؟ شوف أخوي محمد في البداية ما كان في دراسات كافية يعني إحنا بلشنا تطعيم في الكويت تقريبا شهر 12 2020 حزتها ما كانت في دراسات تتكلم عن تطعيم الحوامل مع أن مثلا في بعض الدول بلشت نفس أمريكا وكندا بس الكويت للحين كانوا يعني ما بلشوا التطعيم والبنات تعرفين يعني في إشاعات قاعدة تطلع بالسوشيال ميديا في بنات اللي لها نية حمل مثلا ما طعمت اللي تكون حامل ترفض التطعيم ولليوم أنا أعرف وايد حوامل رافضين التطعيم حضرتك حامل حاليا طعمتي؟
طبعا انا خذيت التطعيم، انا كان الحمل مخطط يعني كنت ناويه، فخذيت التطعيم اول ما قررت تطعيم شهر 12 الجرعه الاولى، وشهر 1 خذيت جرعتي الثانيه. وكنت اداوم بجابر واسمع طبعا الحالات عند دكتوره ساره، بس الحمد لله يعني كنت يعني ماخذ الاسباب الحمد لله مطعمه والامور طيبه والحمد لله رب العالمين، يعني ما اصبت ولا يعني التخوف هذا السبب الرئيسي هو الاشاعات الناس طبعا طبعا الاشاعات دائما الناس يعني هو اسهل شيء انك تدز اشاعه بجروب واتساب او انك تدز اشاعه بتويتر او انك تحط اشاعه بالانستغرام، اسهل من انك تروح حق مختص لما تكون قاعد في البيت وماسك الموبايل، اسهل انك تقرا اشاعه من انك تروح حق طبيب وتساله. فهذا هو السبب اللي منع وايد بنات انهم يطعمون. دكتوره ايمان، يوتش بنات مثلا يقولون لك هم حوامل وخايفين يطعمون؟ اي طبعا يعني انا هذا خاصه التخصص مالي لانه تخصص اجنه، فيوني يستشيرون يسالون ويبون احد يقول لهم شنو الصح، لان احنا نقول شيء والاشاعات تقول شيء. فطبعا من اكثر الاسئله اللي تيني ان انا الحين ابي احمل، فهل عادي اخذ التطعيم؟ واذا اخذته ايش كثر انطر؟ فنقول لهم ما في فترة معينة تنظرونها، عادي تاخذينها اليوم تحاولين تحملين باكر او تطلعين حامل باكر، ما في خوف من هذا الموضوع. ما في اي يعني رد فعل مباشر على الجنين من سبة التطعيم نفسه؟ لا، سو خليني اجاوبك على اكثر الاسئله اللي انسالها، لان هي اتوقع هذه الاستفسارات مالتكم او الاسئله اللي الناس هم تسالها. ف احنا نقول ان اي وحده تاخذه، خاصه الحريم يسالوننا اول 3 شهور في الحمل البيبي قاعد يتكون، وانتم تقولوا لنا هذه اهم فتره في الحمل، فشلون ناخذ التطعيم والبيبي قاعد يتكون؟ وانه يدخل في الجينات وما ادري شنو يعني. طبعا انه يدخل في الجينات هذا اكيد لا، هذا خالصين منه، ولا يسوي الشخص زومبي او ايليان وهاي كلام لا. بس احنا الحين قاعد نتكلم انهم يقولون انه ممكن يسبب اجهاض مثلا أو يسبب تشوهات. أول 3 شهور من الحمل وايد مهم إحنا كبنات نعرف إن ترى 30% من الحريم ممكن يصير عندهم إجهاض. أوكي؟ فمو معقولة راح نخلي التطعيم شماعة إن أي وحدة يصير عندها إجهاض خذت التطعيم إن أكيد من التطعيم. فهذا شيء جدا خطأ. فإحنا نقول لهم أول 3 شهور عادي تاخذين التطعيم. دراسات ما بينت ان في رابط بين التطعيم والاجهاض، واذا قاعد تصير اجهاضات الاجهاضات تصير باول 3 شهور ل 30% سبب اخر وليس التطعيم. اي اغلبها سبب كروموسومات، خلل في الكروموسومات في الجنين. فعشان كذي يصير اجهاض، ما يظل عايش ويصير اجهاض. وايضا ما راح يسبب مثلا عقم، هم فتره كانوا يقولون راح يصير عقم ما راح اقدر احمل. هذا انا حاولت اثبته دكتوره ان انا حملت وانا طعمت وزوجي طعم وما صار فينا لا يسبب عقم لا حق الرجل ولا حق المراه. انت طعمتي قبل لا تحملين؟ اي التطعيم الاولاني والثاني اثنيناتهم طعمت الاثنين قبل الحمل. اي اي ساره اللي طعمتي اثناء الحمل؟ لا انا طبعا كنت حامل قبل لا يسمحون بالتطعيم، او لان انا كنت حامل قبل بدايه يعني الجائحه. يعني قبل لا تطعمين؟ فانا كنت متى طعمت وانا كنت حزتها ارضع، لان ونس لما جابوا التطعيم الكويت بسنه ديسمبر 2020 انا حزتها كنت اوريدي ولدت صار لي 4 اشهر والده، فسمحوا بدينا نطعم يمكن بالكويت دكاتره شهر 1 وحزتها كنت ارضع. و أنا ما راح أقصعك، يمكن أول بداية كنت هم قاعدة أفكر ها آخذ التطعيم، لأن تو التطعيم العالم كله بدأ يطعم جديد الموضوع أكيد. بس أنا حزتها هم قاعدة أفكر إنه مع إن كنت أوريدي حاشني كوفيد فممكن إن عندي مناعة، بس هم قاعدة أفكر إن أنا أشتغل بالعناية المركزة. حاشك كوفيد أثناء الحمل؟ حاشني كوفيد لا بعد ما ولدت، بعد شهر من الولادة. وهم ظليتي ترضعين؟ ظليت ارضع طبيعية؟ ظليت ارضع طبيعي، وبعدين رديت الدوام. ما تأثر الطفل؟ ما تاثر الطفل الحمد لله، يعني حزتها استشاره الطب وقالوا لي تكملين يعني الرضاعه تلبسين ماسك وتكملين ترضعين، وكملت ارضع لان كان ودي عمره 40. ما ينتقل بحليب الام؟ ما ينتقل بحليب الام لا، والحمد لله كملت رضاعه. طبعا رديت الدوام بعد الولاده بشهرين، وبدات التطعيم حمله التطعيم بالكويت باخر 12 شهر 1 حق الدكاتره اول شيء ما بدينا. وبداية التطعيم هم يعني يمكن أول أسبوع كنت قاعد أفكر أطعم ولا لا، ولدي عمره 4 أشهر أنا أوريدي صار فيني ممكن أنا عندي مناعة، والتطعيم توه بادي بكل مكان في العالم وما في دراسات. بس بعدين قاعد أفكر إن أنا قاعد أشتغل بالعناية المركزة،
يعني بمكان فيه خطورة عالية، وممكن أرد أجيب المرض حق عيالي أو حق ريلي. فطعمت، حتى أذكر رحت التطعيم وكان للحين مو سامحين فيه بالكويت، بس أنا رحت لهم قلت لهم أنا دكتورة وأشتغل بعناية مركزة، أنا باخذ التطعيم. حتى النيرس قالت لي لا إن أنت قاعدة تطعمين، قلت لها مسؤوليتي أنا دكتورة ويعني باخذ هذه المسؤولية، لأن حسيت إنه خطر. كنت أشوف حتى حزتها المرضى، مو شرط الحوامل أو المرضعات، بس كان يدخل عندنا فترتها مرضى ممكن أعمارهم بالثلاثينات أربعين صغار السن. فأنا قاعد أقول ليش أنا أحط نفسي بهذا الموقف؟ يعني إذا في شيء أقدر أخذه يحميني ويحمي عائلتي أكيد، يعني فأخذت التطعيم حزتها. والله تحية لكم صراحة، إن يعني الأسرة موجودة وأيضا العمل موجود، ويعني اخترتوا إلى العمل وضحيتوا، فتحية للجيش الأبيض دائما. في رسالة ومشاركة من هاشتاغ ليالي الكويت من الدكتور نور فالح المطيري زميلنا بالتلفزيون، يعطيكم العافية بطلاتنا، والله يجزاكم خير على كل ما تقومون فيه دكتورة سارة ودكتورة أنفال وإيمان، يعطيكم العافية ليالي الكويت. في عندنا متابعة من جمهورية العراق الشقيقة، ما هو أفضل لقاح للحوامل؟ في لقاح معين ولا الكل؟ احنا الحين في الكويت قاعدين نعطي فايزر لأن عليه أكثر الدراسات، ولكن موديرنا وهم عليه دراسات، يعني فايزر وموديرنا أكثر شيء. الكويت احنا قررنا نستخدم فايزر لأن احنا أصلا عندنا فايزر وأكسفورد. بس برا الكويت هم قاعدين ياخذون أسترازينيكا أو أكسفورد whatever الاسم تسمونه، وموديرنا هم قاعد ياخذونه برا الكويت الحوامل. فالنصيحة مالت المنظمات الصحية إن اللي موجود، لأن أصلا هم اللي موجودين اللي معترف فيهم الأربعة آمنين حق الحامل، فاللي موجود عندك بديرتك تاخذينه. الحمد لله. في بعد مشاركة من شكر لله والشكر الجزيل للدكتورة سارة أبو عباس لجهودها وخبرتها مع الفريق الطبي في مستشفى جابر من مريثتك جنان الحاي. وهذه رسالة محبة. طبعا وايد يعني مستانسين الناس بوجودكم واكيد على العمل اللي تقومون فيه. احنا حابين البنات اللي يعني الحين حوامل او اللي قاعده تخطط ان هي تحمل، يا ريت تطرشون لنا اي استفسارات او تخوفات عندكم من التطعيم، خصوصا يعني ان لازم نستثمر وجود الطبيبات الكويتيات اللي منورينا داخل الاستوديو. راح نطلع هذا التقرير ونرجع من بعد نكمل حوارنا، فخلكم ويانا. حياكم الله معنا من جديد، ومعنا هذا السؤال من تويتر، يا ريت حضراتكم تشوفونه ويانا. ليش التطعيم يسبب خلل في الدورة الشهرية للسيدات ويسبب نزيف أثناء الدورة، هل هذا صحيح أولا؟ طبعا أول شيء هذا مو الكل، يعني مو كل البنات مروا بنفس الشيء، بس إنه طبعا في وايد في بنات خذوا التطعيم ويعني صار فيهم كذي خربطة في الدورة الشهرية أو مرات مثلا تقل أو تزيد. هذا نفس ردة فعل مناعية للجسم، مرات حتى البنية إذا كانت مريضة فيها فلو أو فيها أي شيء مع ردة فعل جسمها المناعية دورتها الشهرية أصلا تتخربط. فهذا يحتاج من 3 إلى 6 شهور يلا الدورة الشهرية تترتب عند البنية. هذا من بعد التطعيم. من بعد التطعيم دكتورة أنفال. طيب دكتورة إيمان، معناته يأثر على الحامل؟ لا. إذا هو يأثر على الدورة؟ لا، هو يأثر على الدورة. إحنا الحريم كس أني ستريس يصير لنا، يعني أنت صار فيك إنفلونزا، سافرتي سفرة، ساعات الدورة تبينها تتغير. حتى مع الرجيم، البنية إذا سوت رجيم ممكن بالضبط. حتى الدورة الشهرية بالضبط. يعني أنت لما تقعدون قاعدة بنات دولك واحدة والله نفسيتي تعبت، دورتي تغيرت، والله سافرت صار الدورة مثلا هذي. فهذا الشيء إحنا كلنا كبنات نشوف هذا التغيير أصلا. فهو يعتبر جس تغيير، لأن ممكن واحدة يصير فيها حرارة ساعات لما تطعم شوية. صحيح. تتعب شوية يصير فيها خمول، فهذه ردة فعل تصير. نعم. خلينا نتكلم عن أهم الأسئلة اللي جاتك خلال الفترة هذه، خصوصا مع بداية حملة تطعيم السيدات الحوامل. أي. يعني يريد تقولين لي أهم الأسئلة والمخاوف عند البنات. أوكي. فمن الأسئلة اللي هو العقم، وقلنا لا ما يسوي عقم. السؤال الأهم اللي يتكرر أنه عادي بأول 3 شهور، إيه عادي، ما راح يسبب تشوهات حق الجنين ولا يسبب إجهاضات. أوكي. بعدين ندخل حق السؤال الثالث اللي هو ان انا ابي اخذه الحين قبل الولاده، هل عادي؟ لان هي تكون اخرة التطعيم لاخر شيء، وقيصريتي بعد يوم بعد يومين بعد 3، فهل عادي اخذه؟ طبعا احنا
نفس ما تكلمنا مع دكتورة سارة إن إحنا أكثر فترة نخاف منها آخر 3 شهور من الحمل. فأنت الأفضل إنك أصلاً تكونين طعمتي من البداية خلصتي الجرعتين قبل لا توصلين لآخر الوقت. الأيام. ولكن جوابي حق اللي باقي على عمليتها يوم أو عندها عملية باكر. سؤالك يعني أنا راح أقولك أنت الحين لو بتطعمين ولدك وباكر أول يوم مدرسة أكيد لا. فأنتوا ليش تحطون نفسكم في موقف أن التطعيم حزة الحزة يعني أكيد طعموا التطعيم قبل أول شيء عشان نحتاج المناعة حق الثلث الثالث من الحمل وثاني شيء عشان لا سمح الله تكونين تيجي أي وقت الولادة أو عندك قيصرية لأنتي مطعمهم خلصة. بعدين من الأسئلة اللي أسألها أنا مثلا قاعدة أخذ دواء برسيولة قاعدة أخذ أسبرين قاعدة أخذ المضاد قاعدة أخذ الدواء أي دواء قاعد تأخذينه عادي طعمين معه ما في أي مشكلة. بس مو قالوا الأسبرين مو زين وقت التطعيم. ما له علاقة. تقدرين تأخذين كل هذه الأدوية. حتى حق الشخص العادي يعني. لا. كل هذه الأدوية اللي أنا قاعدة أقولها عادي مع التطعيم دراسات موجودة وواضحة. إثباتات علمية. كلها. أسبرين. وأنا قاعدة أقول لك الأدوية اللي أكثر نستخدمها حق الحامل. حوامل. أسبرين وبرسيولة عادي. إذا أنت على مضاد صار فيك التهاب بول صار فيك أي التهاب ثاني عادي تاخذين التطعيم. بعدين سؤال ثاني النفاس أنا الحين ولدت عادي أطعم نفس الشيء متى أطعم؟ أكيد أول يوم بعد ما ولدت إذا أنت حاسة تعبانة أو عندك حرارة أو مثلا عندك التهاب لا نطري شوية بس عادة عقب أسبوع كل حامل تعرف أمورها ووضعها إذا أي أمورها زينة روحي طعميها لا تنطرين وايد. التطعيم وايد زين حق البيبي لأن إذا أنت أنتجتي مناعة وأنت حامل هذه المناعة راح تروح حق الجنين عبر المشيمة. إذا أنت خذيتي التطعيم أيضا المضادات موجودة في الحليب اللي قاعد تعطينه حق البيبي فراح تروح حق البيبي. وهذه كلها إيجابيات هم يخافون منها ويعتبرونها سلبيات. لا طبعا إيجابيات لكن هي كلها إيجابيات ورضاعة طبيعية من عمرها كانت شيء إيجابي. ليش؟ لأنها تعطي مضادات مختلفة من الأم للبيبي والحين زائد أن أنت مطعمة فحتى الشيء اللي أنت خايفة منه على البيبي مالك نحن كلنا خايفين على عيالنا صح؟ فأنت خايفة على البيبي أنت قاعد تعطينا حماية لأنك طعمتي فوايد مهم. فهذه من أكثر الأسئلة وفي بعد بس قاعد أشوف سؤال. إيه هالسؤال هذا تقول لك هي حامل بالشهر السادس وهي معلمة وخلاص بلشوا المدارس إن شاء الله فلازم إن هي تطعم قبل الدوام. تطعم ولا تنطر؟ طعم طبعا. طعم طبعا. ما في شيء ترى يمنعك ما في ولا شيء يمنعك بما إن أنت بعد بالسادس فهذا أفضل. لا ودوامات ومدرسة واختلاط وأطفال يوم من البيت ومشكلة إن غالبية الأطفال اللي يون حتى إذا صار فيهم كوفيد ما يكون عندهم أعراض فممكن أن ينقل المرض حق لك مثلا المعلمة أو أي أحد في المدرسة لأنه هو مو مبين عليه أعراض ممكن أنه يكون في كوفيد وما في أعراض أبدا. ما حصل عندكم أنه دخل مثلا وحدة العناية المركزة طفل يعني تو مولود أو صغير جدا بالأشهر؟ طبعا احنا لان انا تخصصي يعني ما متخصصين مو تخصص اطفال فما ممكن افيدك بهذه الاجابه اذا بس ما طفل. انا قصدي بغرفه العنايه المركزه دخل عندنا بس اغلب المرضى اللي كانوا يكونون عندنا النساء سيدات الحامل بعد الولاده اطفالهم لانه يكونون بعمر صغير يعني جدا يدشون عنايه الخدج. بالنسبه حق الاطفال دشوا عندنا يمكن هم بالكويت ما يعتبرون اطفال اعمار 13-14 يدشون تحت العنايه المركزه حق الكبار بس بالنسبه حق العالم مثلا خلينا نقول باوروبا بامريكا اللي عمر 18 يعتبرون اطفال. فاحنا بالفتره الاخيره دخلنا كذا مريضه كانوا اعمارهم بين 12-14 سنه. بالنسبه الاشهر ادخلوا بعض الحالات بس ممكن يكونوا هم اوريدي عندهم مشاكل صحيه. بس ان التقطوا الكوفيد ما لها علاقه اثناء الحمال بعد الولاده يعني ممكن تكون عدوى عاديه من الام عدوى تكون غالبا تكون من الام ولا من الاب بس حصل عندنا وطلعوا بسلام. احنا مثلا مستشفى الولاده بعض الاطفال اللي انولدوا اذا الام كان فيها كورونا ممكن ان الطفل يكون في كورونا. وحتى عن الرضاعه الطبيعيه مساعده انت كنت قاعده تسالين دكتوره ساره احنا نشجع الام انها ترضع بس هم نطلب منها وقايه ان ترضع عادي لان الحليب مفيد واحنا مو خايفين من ان الفيروس يروح من الحليب ولكن في ارشادات اللي هو مثلا لبسي الماسك وانت ترضعين
قسي المكان قبل لا البيبي يصير فيه التقام. نعم. فارشادات معينه فقط على اساس اذا البيبي ما فيه ما ينتقل. ولكن عندنا حريم ولده وصار في الجنين. بس الامور عدت الحمد لله على خير. هذا اللي عندنا احنا. ما زال بالنسبه للام اللي ترضع التقاط الجنين للفيروس يكون بالطريقه العاديه جدا، ما له اي علاقه بانه من خلال حليب الرضاعه. هذا اللي نبي نوصله. نعم. دكتوره ساره، شلون وضع العنايه المركزه للحوامل الحين؟ تم اغلاقها ولا؟ لا ما تم اغلاقها، بس الحمد لله يمكن بالشهر او بالاسبوعين اللي فاتوا شفنا نزول كبير بعدد الحالات، خصوصا حتى بالحوامل. حاليا عندنا نساء يعني هما كانوا حمل ولدناهم وللحين موجودين عندنا. للاسف في بعض المرضى تدهور صحتهم بشكل كبير ويضطرون يقعدون عندنا بعنايه مركزه ممكن شهرين او ثلاثة اشهر. فانا لحد الحين عندنا مرضى اللي دخلوا عندنا بدايه شهر 8 نهايه شهر 7. نعم. فلحد الحين انه يتم تلقيهم للعلاج. بس بالفتره الثلاث اسابيع اللي فاتوا ممكن دخلنا حاله او حالتين. بينما يمكن شهر 7 كنا باليوم ندخل 4-5 حالات. الحين كم العدد اللي موجود داخل العنايه بخصوص العنايه المركزه للحوامل؟ لان قاعد اشوف الفتره الاخيره ما شاء الله وزاره الصحه قاعد تبشر الناس في اغلاق عدد كبير من العنايات المركزه، والاصابات عدد الاصابات قليل. الحمد لله احنا بالنسبه حقنا بمستشفى جابر يعني فتره الجائحه او يعني او نقول بالويف بشهر 6 او 7 وصلنا ل 8 عنايات مركزه. حاليا احنا تم اغلاق عندنا 6 عنايات مركزه، فظل عندنا عنايتين، واحده منهم اللي قاعد ندخل فيهم النساء الحوامل. ومثل ما قلت لك يعني بالثلاث اسابيع اللي فاتوا ممكن دخلنا مريضه او مريضتين. وايد قلت نسبه الدخول مع التطعيم. اتوقع يعني انا متاكده ان في نساء حوامل قاعد يطعمون. نعم. وزائد ان معقلنا الحين الحالات بدات تقل، فممكن حتى النساء اللي غير مطعمات، لان يعني انتشار الفيروس يعني بالكويت قل، فما قمنا نشوف النسبه. نعم. بس هذا ما يمنع ان احنا هم لازم نطعم حاليا، لان احنا ما ندري ان مثلا الفيروس خل الحين، بس ممكن الحين مع بداية المدرسة ويعني ردة الدوامات وعودة إلى الحياة أن الناس طب. تبدي ترد. طب. لكم أكيد تحية من الدكتور عبد الله المطيري استشاري أمراض صدرية، يعتز فيكم. ولك بعد تحية خاصة من مريضة لك الدكتورة سارة رابعة الفايز. وايضا رساله لكل من يتابعنا، اذا في اسئله محدده، احنا عارفين قدر طبيباتنا وكل اللي اشتغلوا في الصفوف الاماميه ما قصروا ونعتز فيهم حقيقه. فاذا في سؤال مباشر علشان الناس تستفيد من سؤالك حطه على هاشتاج لي على الكويت. عندنا غالي؟ عندنا اتصال مع الاخت عبير العجمي، هي سيده حامل بالشهر 8 حاليا، لكن هي تطعمت الحمد لله، اخذت الجرعه الاولى لما كانت بالشهر 6 والجرعه الثانيه وهي بالشهر 7. فنبي نعرف يعني شو اللي حصل معاها خلال هالفتره، ونتعرف على سير وقت الحمال، وان شاء الله يا رب تولد بالسلامه. معانا اخت عبير، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور، يعطيكم العافيه. الله يعافيك. نبي نتعرف على تجربتك، ومتى قررتي انه لا انا لازم اخذ التطعيم او اللقاح؟ اول شيء انا انسانه يعني وايد وسواسيه وخوافه، يعني من النوع اللي يوسوس يعني. فكنت وايد متردده. اي بس يعني اهلي ينصحوني، زوجي لانه يداوم الصفوف الاماميه وكان حساس يعني فيعني ممكن تنتقل للعدوى. نعم. فنصحني اني اطعم، واهلي كلهم نصحوني، وسالت يعني مو بس دكتوري اللي اراجع عنده طبيب النساء والولاده، سالت 5 دكاتره من مختلف المجالات، وكلهم 5 قالوا لي لازم تاخذين اللقاح. كلهم نصحوني اني اخذه. نعم. إيه يعني كنت أول شيء مترددة، قلت أنطر للولادة بعدين. توكلتي على الله وخذيتي عاد. إيه قولي لي أول ما أخذتي شنو كان يعني الأعراض الجانبية اللي تصير لأي إنسان ياخذ اللقاح؟ أنه شوية حرارة، شوية سخونة، تكسير بالجسم، هذا وانت حامل صار مضاعف ولا كان هين؟ كلش مو مضاعف، يعني خواتي اللي مو حوامل ماخذين اللقاح معاي نفس الاعراض اذا انا مو اخف بعد، يعني بس اول 24 ساعه هذا الم بالكتف وتحسين الجسم متكسر.
أول يوم بس، وبعدين الحمد لله ما في ولا أي شيء يعني ولا تعب، يعني بس أول يوم للأمانة، ونفس أعراض الشخص اللي مو حامل يعني وخذ اللقاح. حلو. وبعد ما خذيت الجرعة الثانية نفس الشيء، حسيتي هم من الأمور الحمد لله طبيعية؟ الحمد لله. إيه، الجرعة الأولى ما حسيت بولا شيء، الثانية هي اللي قلت اللي بس تكسر الجسم، متكسر وتكفي يعني مكان الإبرة بس، يعني تحسينه وارم وبس، يعني الحمد لله ما كان فيه أي شيء ثاني ولا الإشاعات اللي سمعناها، الكلام يعني كلام الناس اللي سمعناه كله طلع يعني إشاعات الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. عندك أي سؤال أي دكتورة من طبيباتنا اللي موجودين معانا؟ أو دكاترة إذا تحبون تسألونها أي شيء؟ الحمد لله أمورها طيبة، وأنتي الحين بالثامن، عسى الله يسهل عليك إن شاء الله. خذيت الجرعة الثانية قبل شهر تقريبا، خلاص الجرعتين يعني الحمد لله. عبير، أنا عندي سؤال، سويتي سونار عبير عقب ما خذيت التطعيم؟ إي نعم، سويت توني من كم يوم. والأمور طيبة، أمور البيبي الحمد لله. الحمد لله، يعني الجنين وزنك طبيعي وكل أموري تمام. الحمد لله. الله يسهل عليك. الله يسهل عليك وبالسلامة إن شاء الله. شكرا لك عبير. وانفال، انت بعد سويتي سونار ريسنتلي؟ انا راجع مع دكتور اخصائي اجنة. بعد اوجه له تحيه، دكتور غازي السراج زميل دكتور ايمان بعد. نعم. حرصت، كان نفس التحدي بالنسبه لي، ان انا ابي يعني، لان لازم اثبت ان هالشيء احنا مثل ما احنا نقول طعمه، واللي لهنيه حمل لازم تطعم، هو يصير اثبات يعني. انا خذيتها مثلا اول وحده، فسويت سونار تفصيلي مال اول الحمل، الحمد لله كانت الامور طيبه، وسويت سونار التفصيلي الثاني الأسبوع اللي طاف، الحمد لله الأمور كانت كلها طيبة، وبس مرتاحة الحمد لله. يعني الحين حتى لو في، يعني هذا راح يثير الجدل شوية، لو في جرعة ثالثة راح أخذها أول واحدة. يا ويش من المغردين. إيه أدري. حاب أروح حق الدكتورة إيمان، شنو في حالة أو في أي وضع ما تنصحين فيه إن الحامل تأخذ اللقاح؟ ما في وضع معي، ما في وضع يعني، الا مثلا قاعد اقول لك اللي تسالني تقول لي باكر عمليتي، او وحده في النفاس هي تعبانه وعندها التهاب مثلا في الجرح. لا، كاي لقاح ثاني يعني. انت الحين مثلا، احنا ان شاء الله الحين جايين على انفلونزا سيزن شهر 10 و11، وهم الحامل لازم تطعم، واحنا كلنا راح نطعم. برافو. تيني وحده يعني اللي خذ لقاح كوفيد هم من ياخذ اللقاح العادي مال الانفلونزا؟ احنا ترى كلنا على فكره، ترى انا احس الكويت الناس تنصدم من اللقاح، ترى هو مو لان اللقاح صدمه، احنا صدمه شلون شعبنا ما يدري انه لازم ياخذ يعني انفلونزا، ترى هذا سنوي. للامانه هذه صدمه فعلا، ان الناس قامت تشكك باللقاحات يعني. هذا شيء مو معقول بعد هالتقدم الكبير اللي وصلت للبشريه، نرجع لقديم الازل ونقول لا اللقاح مو زين وما يخدم. المشكله ان الاطفال يعني، احنا عندنا ما يدشون المدرسه الا احنا من عمر شهرين، 14 16 سنه، سنة ونص قاعد نطعم عيالنا، ولا عمرنا شككنا ولا قلنا ليش نطعم عيالنا، نمشي على الجدول. حتى لما نزل تطعيم التشيكن بوكس أو الجدري هم بدينا نطعم، لأن كان في البداية مو موجود جدول تطعيم الكويت، وقبل كم سنة دش ويعني بدينا نطعم ما تسألنا. في بعض التطعيمات اللي تنزل بالجداول، يعني مثل السنة الماضية قالوا البنات الفتيات اللي من عمر 12 مثلا أو 15 أو شيء كذي، نزل لهم تطعيم احنا ما كان موجود يعني. ساعات يصير بوسترز تجديد، نفس نفس الفكره. نفس شلون احنا الحين لما قاعد يقولون عن لقاح ثالث مال فايزر، قالوا انتم تبون تعطونا واحد زياده وليش هذا، نفس الشيء اللقاحات الثانيه. اي اكيد اي وقت نحس المناعه قلت بنقول نحتاج مره ثانيه نذكر جسمكم ينتج زياده دفاع عن نفسه. نفس الشيء احنا بالحمل، كل وحده حامل نسوي لها الحصبه الالمانيه، لان احنا واحنا صغار ناخذ الجرعه. في نساء نكتشف انه وهي حامل الجرعه عندها ما عاد عندها مناعه، مع انها اخذتها وهي صغيره، ما نعطيها اياها وهي حامل. ليش الحصبه؟ لان فيروس حي. بس شنو؟ مجبورين كدكاترة نوعيها ونقول لها ترى على فكرة مناعتك حق الحصبة منخفضة، مو موجودة، رجاء بعد الحمل طعمي. نعم. فشنو معناتها؟ تحتاج بوستر.
وهي يعني هذا شيء موجود من زمان، يعني مو شيء جديد، فهي نفس الفكرة ترى. نفس الفكرة. صديقة طعم بنتي ترى الإنفلونزا، حتى السنة اللي طافت بعز الكوفيد خفت عليها، قلت أخاف يصير إنفلونزا وكوفيد، فحتى الأطفال كنا نطعمهم الموسمية يعني الإنفلونزا الموسمية بدون. يعني هذه فكرة دكتورة. طعمتوا إنفلونزا كل سنة تطعمون إنفلونزا؟ أنا للأمانة لا ما كنت أطعم. فهمتي قصدي يعني لأنكم بس لأنه أوبشنال، ما كان يروج له على أساس إنه شيء. وهذا الشيء وايد مهم بيقول. لاحظتي قلتي يروج له ليش؟ أنا إحنا كنا ما نتكلم عنه وايد، فكأنه قصور من الدكاترة ما نتكلم، ولما يين نتكلم وايد قالوا وايد قاعد تتكلموا عن الشيء، لأن الناس ترى مو سهل تعرف الأشياء الطبية. إحنا تشوفين نطعم ترى كل سنة نشتط على الإنفلونزا لأن شغلنا في المستشفيات ونخاف، مع إنه ترى هو ترى مو شرط المستشفيات، لأن حتى اللي ترى طعمه ودزولي مسجات قبل لا يطلع قبل إيه قبل لا يعني لما جت فترة للحين الكويت ما أقرت التطعيم، ترى في ناس كانوا يدزون يقولون أنا رحت وطعمت وما قلت إني حامل وما قلت إني أرضع. ليش؟ مو عشان هي تشتغل في المستشفى تقول أنا ما أضمن زوجي قاعد يطلع صح يروح الديوانية. هي المخالطة. أنا عايشة ببيت حمولة، حماي دكتور، ما أدري منو قاعد يتخلى علي فلان. طيب سؤال الحين، بما أن الأولاد مقبلين على المدارس وتحت عمر 12 ما لهم تطعيم حق كورونا، نقدر نطعمهم تطعيم الإنفلونزا الموسمية هذا ممكن يحميهم من كوفيد ولا لا؟ لا لا ما لا. مختلفين. شيء مختلف ما له علاقة. نعم بس في سؤال من تويتر، واحدة تقول أمي عمرها 50 سنة ومتخوفة من التطعيم، دكتورة أنفال شنو ممكن تطمنونها؟ الكاميرا عاد انتي ما شاء الله زميلتنا مرة عودة وخايفة من التطعيم، لا زالت خايفة. طبعا أنا أنصح بالتطعيم وبشدة من اللي شفناه، يعني مو بس عمر 50 من كل الأعمار. الكورونا ما يعرف العمر، صغير كبير ما يعرف، إذا المريض عنده هل يعني في ناس تقولك أنا ما عندي ضغط ما عندي سكر أنا ما أحتاج مثلا أطعم، في ناس تقولك صحتي جيدة فمو بالضبط معتي زينة أنا ما أطلع من البيت أنا كله قاعدة في البيت، أنت عندك مثلا سايق عندك خادمة تطلع تروح أولاد يطلعون يروحون. أنا أبوي كرافض التطعيم، معني طعمته شهر واحد سحبته غصب، أحد يمكن قاعد يشوفني كرافض التطعيم لأنه يقولي أنا ما أطلع أنا بس قاعد في البيت يعني ليش أخذ التطعيم، معنا طعمته قبل أمي يعني حرصت لأنه بعمر 50 وكنت يعني خايفة عليه، فأنا أنصحها وبشدة يعني توكل على رب العالمين، ويعني التطعيم ما منه مضرة، إحنا كلنا طعمنا وطعمنا أهلنا أول ناس طبعا. حلو دكتورة إيمان، في بعد سؤال، ليش يعني نحط فيروس بجسمنا وأصلا في مناعة طبيعية؟ في سؤال موجود من ريحانة. أول شيء أريد أقول أنت ما قاعد تحطين فيروس، أنت قاعد تحطين شيء جزء يقول حق مناعتك أن أنا شبيه له، رجاءً أنتجي مضادات وليس الفيروس. لما أحد يقول فيروس فيروس حي إحنا ما نحطه حق الحامل، ممكن في التطعيمات الثانية فعلًا في فيروسات حية نحطها حق غير الحمل. ليش أحطه؟ أحطه عشان جسمي ينتج مقاومة عشان إذا حاشني الفيروس إن شاء الله أقدر أحارب وتصير المضاعفات أقل. يمكن إذا حاشني الفيروس نفسه ما راح أقدر أقاوم وراح تكون المضاعفات أسوأ، وهذه فكرة تطعيم كورونا، إن إحنا مو قاعدين نقول إن أنت 100% ما راح يصير فيك، ولكن إذا صار فيك إن المضاعفات تكون أقل، وعشان الحامل ما تدخل عناية مركزة وتحتاج تنفس صناعي ولا تحتاج ولد مبكر، يحوشها نفس ما حاش الناس اللي قالوا لك والله احنا خفيف علينا نزلت برد وهذا تكون. وهذا الهدف. هذا الهدف. يمكن دكتورة إيمان إجابتك هذه تجاوب أيضا على تساؤل دكتور نور المطيري لما قال ياريت تتكلمون عن مقارنات بين إصابة الحامل بكورونا وشنو ممكن يحصل معاها من مضاعفات وخطورة، وبين إذا المرأة حامل أخذت التطعيم وصار فيها كورونا، فهذه هي الإجابة إنها راح تمر عليها بردا وسلاما بإذن الله. بإذن الله. إن شاء الله. إحنا يمكن في البداية دكتورة سارة تكلمنا عن حالات حرجة جدا يمكن صادفتوها بالACU، شنو الحالات اللي حسيت إنه والله من وراها يعني أمور إيجابية، شنو ممكن تقولين لنا؟ شنو ممكن أقول لكم؟ يمكن الشيء كان صار إيجابي، مرة دشت عندنا يعني سيدة حامل كانت ممكن 26 ويك 27 ويك يعني بنهاية شهر السادس،
يمكن او ما ادري اذا قاعد تشوفنا الحين هي او لا، اذا اول ما نزلت العنايه المركزه وقتها كان رمضان وكان يعني صدف ان اضطريت اروح المستشفى، كان الساعه 1 الفجر لان كانت في سيده حامل اخرى كانت وايد تعبانه. وخلال وجودي داخل العنايه المركزه يعني خلص من السيده الاولى، وبعدين كنت بروح حق مريضه ثانيه هم كانت حامل وكانت حالتها صعبه. فاحنا قاعد نحضر المريضه الثانيه عشان بنحط لها نفس جهاز دعم الحياه خارج الجسم او رئه صناعيه. كانت المريضه نازله من الجناح عندنا، انها كانت قالوا لي حامل بالشهر السادس، نفسها شويه صعب تعبانة. فأول ما نزلت يعني المريضات معاها قاعد يحطون لها مثلا إبر بالوريد، يحطون لها المونيتور، ولا اسمع النيرس تقول لي ان النيرس قاعد صرها تقول لي بيبي كومينج اوت. قاعد تولد. انا عشان اروح اقول لها لا يعني ايش قاعد تقولين اصلك، يعني لازم يعني ما يصير الشهر السادس وهي توها نازله من قسم النساء والولاده ومسوين سونار ومشيكين انه ما في اعراض انه ولاده. وصدق ولا طلع ان البيبي قاعد يطلع. طبعا احنا كنا يعني ما عندنا خبره بالتوليد، كنا يعني تصرفنا حالي ونادينا قسم النساء والولاده بسرعه عشان يجون انه يولدون الام. طبعا حزتها المريضه كانت يعني قاعد حاتي قولي لي ان ولدي عايش او لا. وانا حزتها قاعد اقول لها ان بنت ركزي على نفسك وركزي على النفس، ما لك شغل، ان شاء الله الله بيقومه بالسلامه. واحنا صراحه ما توقعنا ان الجنين يعيش لان كانت بالشهر السادس، واغلب الاجنه بالشهر السادس يعني ما كان يعني ما يعيشون. وسبحان الله ولدت حزتها ودش الجنين حق عنايه الخدج، ويمكن عقبها بشهرين يعني وصلتنا صوره ان هي دازه كانت حق دكتور مال الخدج، ان صورته وهو بالعيد لابس دشداشه فيعني فتره العيد دزلنا. فكان شيء وايد استانسنا انه شلون كنا اول مره نولد بالعنايه. احس انتم ترتبطون يعني عاطفيا غصبا عنكم مع المرضى اللي تصادفون، خصوصا السيدات الحوامل، يمكن لان او مرضى اللي يكونون على دعم الحياه خارج الجسم، لان عادة يظلون عندنا بالعناية المركزة ممكن بين شهر لثلاثة أشهر. فإحنا نظل نوعا ما نعرف العائلة، يعني كل يوم نكلم الأهل نسألهم عن الأطفالهم شلون أوضاعهم. فشوية حتى مرات لما نفقد مريضة يعني، وللأسف فقدنا شوية يعني يمكن 4 أو 5 من السيدات الحوامل بسبب مضاعفات الكورونا، فكان شيء وايد صعب. لأن مثل ما قلت يتساوون في سبب مضاعفات كورونا السيدات اللي الله يرحمهم؟ للأسف يعني ما في شيء، سيدات الحوامل أغلبهم يعني ما عندهم مشاكل صحية. بس إنه ردة فعل الجسم، في ناس ردة فعلهم تكون مضاعفات وايد كبيرة، ومهما نحاول نسوي ما نقدر ننقذ حياتهم. وفي الحمد لله في وايد مرضى الله كتب لهم السلامة يعني. حتى الحين عندنا واحدة من المريضات إن شاء الله قريب تطلع من العناية المركزة، صار لها عندنا 3 أشهر. فاليوم كنا مستانسين، كانت قاعدة على الكرسي وقاعدة يعني تقطق بتليفونها وقاعدة أقول هيا يلا إن شاء الله قريب تروحين البيت. لأن لما نفكر بالمشوار أو الوضع اللي هي كانت فيه شهرين اللي فاتوا، وكانوا كذا مرة تكون هنقول على حافة الموت. يا سلام. وبعدين تشوفينها انها قاعدة على الكرسي اللي توفوا كلهم غير مطعمات. إذا التطعيم مهم جدا للسيدات الحوامل، مفيد جدا لأي إنسان سواء كنت بداية من الكويت من 12 سنة وما فوق، لازم الكل يطعم علشان شوية تهدأ المسائل وعلشان نستمر إن شاء الله بهالإيجابية اللي احنا وصلنا لها. خلال دقيقة واحدة شنو كل واحدة منكم تحب توجه لجمهورنا؟ تفضلي يا دكتورة. أبي أقول بالتطعيم نقدر إن شاء الله نرجع حق حياتنا الطبيعية، عيالنا يرجعون المدارس، نقدر نوقف مع بعض يم بعض في المسايد، نقدر نروح العزايم، نقدر نلم بعض أهلنا. قمنا لأن نشتغل في المستشفى أو لأن ما ندري خلطنا منه، وقمنا نقول لا حد يلم أحد، لا حد يبوس أحد، وايد أشياء نبي نرجع لها. فإن شاء الله نقدر نرجع لها إذا خذينا التطعيم. عسى الله يسهل عليك دكتورة أنفال، شو تقولين للأخوات الحوامل؟ أنصحهم بالتطعيم سواء المقبلات على الحمل أو اللي ناويين أو الحوامل يعني أوريدي، لو كانت في الشهور الأولى أو الشهور الأخيرة أنصحها طبعا بالحمل، والله يسهل عليهم إن شاء الله. دكتورة سارة. يعني نقدر نقول نفس الشيء، أكيد ننصح بالتطعيم. وشيء ثاني، ما أدري إذا الفريق الطبي اللي أنا أشتغل ما قاعد أشوفني، لازم أشكر يعني أشكر منهم، لأن
بسبب الفترة الأخيرة كانت وايد صعبة علينا كلنا، خصوصا ان يعني دخول السيدات الحوامل عندنا كان وايد صعب، ولحد الحين قاعد نشوفهم بس الحمد لله بنسبة أقل. واحنا نطلب من المشاهدين ومن السيدات الحوامل من كل الناس على اساس هم يخف الضغط على المستشفيات وعشان تعود الحياة مثل ما كانت ان نطعم ان شاء الله. شكرا جزيلا لكم. ومحمد شنو عندنا تعليق؟ مكملين معاكم مشاهدينا في هذه الحلقة ولكن بعد الفاصل.